حصاد مثمر مصر في 10 سنوات. دي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات بترصد جهود مصر في تنمية الصعيد، حتى قد كده اهو، بس مهم قوي قوي. قبلي مي صلاح الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بيك يا مي أولا، وأعتذر عن الإطالة بس خدتني الذكريات شوية. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وبرحب بالسادة المشاهدين. أهلا بيكي. وأنا عايزة أتكلم عن الدراسة اللي هي بتستعرض الحصاد المثمر في الصعيد. أيوة، ما حدث في صعيد مصر خلال السنوات العصر الماضية، وكيف وضعت الدولة المصرية بمفهوم الجمهورية الجديدة الصعيد وشبابه ونسائه وثرواته على رأس أجندة التنمية الوطنية. هايل، قوليلي أهم محاور الدراسة إيه؟ الدراسة اعتمدت إنها في البداية قبل 2014 عانى الصعيد من التحنيس والإهمال واستقرار الرؤية المتكاملة. طبعا احنا ما قدرناش نستفيد من الصعيد دوت، هو ثروه كبيره جدا احنا ما كناش قبل 2014 بنقدر نستفيد منها. عالم من التهميش، عالم من خلل في التوزيع الديموغرافي، كان في هجره للشباب للوجه البحري بحثا عن فرص العمل وبحثا عن مصادر الرزق المختلفه، لحد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي سنه 2018 اصدر قانون، القانون رقم 157 المعني بهيئه تنميه الصعيد. والقانون دوت كان بيهدف لانشاء خطط للاسراع بالتنميه الشامله لمناطق الصعيد في اطار رؤيه مصر 2030. والاولويه في الخطط دي كانت لصعيد مصر، وازاي ان احنا نقدر نعمل مشروعات من خلالها نعظم الاستفادة من الموارد الموجودة أصلاً في الصعيد. والمحاور اللي استندت عليها عملية التطوير كانت عبارة عن 3 محاور. الأول كان البنية التحتية، تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية، وده طبعاً شفناه في الطرق والمحاور وقطاعات كثيرة جداً زي قطاع المياه والصرف الصحي، قطاعات زي منظومة السكك الحديدية. أنا بس قبل أي حاجة عايزة أقول إن الدولة المصرية خصصت بس للصعيد مبلغ يقدر بتريليون و8 من عشرة من أصل 7 تريليون جنيه مخصصة لتنمية محافظات مصر كلها. يعني تقريبا 15% راح للصعيد. لا، تقريبا ربع المبلغ. تريليون وكام معلش؟ تريليون و8 من عشرة. تريليون و8 من عشرة من أصل 7. ده كده تقريبا حوالي 27% كمان تقريبا. تمام. طيب مي، أنا أعتقد أنه علشان نعرف نتكلم في ده بالمظبوط لازم تبقي موجودة معانا، ده أولا. اتنين، لازم يبقى في عندنا شوية سلايدز كده هنستعين بيكي بقى علشان خاطر نحطهم على الشاشة دي، بحيث ان المشاهد يبقى شايف الارقام. الحاجات اللي زي كده محتاجة قوي الصورة مش بس المكالمة. اتشرفت بيك يا مي، كل الشكر ليكي. مي صلاح باحثها بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.